بمعنى الأكثر ضبطا لأنفسهم، إلى جانب صفات الرجال التي تجعلهم أقدر على تحمل المصاعب والخروج لطلب الرزق. فهذه الصفات كلها تجعلهم أجدر بالقوامة التي تشمل الرعاية وتحمل تكاليف الإنفاق وسياسة البيت وإمارته. والقوامة بهذا المعنى لا تعني تفضيل الرجال كليا على النساء على المستوى الفكري أو الأخلاقي، بل تعني بقيادة الأسرة وتحمل هذه المسؤوليات. وذلك مثل أن يعين قوم أمير عليهم بسفر، فليس ذلك لأنه أحسنهم دينا أو أخلاقا أو أكرمهم عند الله أو أذكاهم في عمليات التفكير، بل لأنه أجدرهم بهذه المهمة بما هي مختلف. وبهذا تتبين لنا حكمة التشريع الإلهي في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فمن يأتي ليقول إن القوامة ليست بيد الرجال بل بيد الأعقل فقد خالف أمر الله قبل كل شيء، لأن الله الخالق الخبير بالإنسان هو وحده المستحق للعبادة والطاعة، وهو الأعلم بما يليق بالإنسان وما يطيقه الذكر وما تحيط به الأنثى، وكذا أعلم بما لا يتحمله أي منهما ولا يناسبه.